فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغيرة. ومنزلة الغيرة مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: إن المؤمن يغار، إن المؤمن يغار، وإن الله تعالى يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد محارم الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا المفهوم، أو بالأحرى على هذه المنزلة الإيمانية الرفيعة، ويعلي شأنهم وشأوهم بمدارجها، وينمي حقيقتها في النفس الإنسانية بضوابط الإسلام وقواعده. وأقول ينمي نظرا لأن الغيرة بمفهومها الشرعي كما هي واردة في سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام فطرة في الإنسان، الغيرة فطرة في الإنسان، ولهذا الأمر دلالة خطيرة جدا، معناها أن الذي فقد الغيرة فقد الفطرة. وحال الأمة اليوم كما نرى مع الأسف الشديد يدل لا على انحراف في الأشكال والأحوال العامة وحسب، ولكن يدل على انحراف في الفطرة. ضرب من المسخ النفسي والاجتماعي والسلوكي للإنسان المعاصر، ذلك ما نشهده في ظروفنا هذه التي نمر بها من هذه الفتن المظلمة نعوذ بالله منها. والدليل على أنها فطرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك الناس في الجاهلية على غيرة شديدة على أعراضهم، لدرجة أنهم كانوا يتصرفون إزاء العرض بأسلوب غير شرعي، وهو وأد البنات أحياء. وأد البنات يعني عملية دفن البنات الذي كان في الجاهلية. السبب الرئيس فيه هو غيرة الرجال آنئذ على أعراضهم، فكان الفقراء بشكل خاص، الفقراء من العرب يخشون أن إذا ماتوا أن يكبر البنات فيكتسبن قوتهن بالزنا، وهذا يدفعهن أو يدفع الآباء بالأحرى إلى وأد البنات أصلا، أي دفنهن حيات مع الأسف الشديد. وهذا أسلوب وحشي لا شك في ذلك، لكن نذكر أن السبب الأصلي إنما هو هذا، وضع الفقر المدقع الذي كان عليه العرب أو بعض العرب آنئذ يجعلهم يخافون من نتائج الفقر. ولذلك الله جل وعلا نهى عن قتل الأبناء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم في الصيغتين من قول الله جل وعلا. الإنسان العربي الجاهلي مع الأسف الذي قبل الإسلام كان على غيرة عالية إلى درجة الإفراط، تكيفوت القياس، بمعنى أن الوضع الطبيعي ديال الإنسان أن يغار. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي أرسل كتابا إلى قريش يخبرها بسر عسكري من أسرار رسول الله عليه الصلاة والسلام في حالة ضعف منه رضي الله عنه، وأعطاه لامرأة مشركة خرجت من المدينة تجاه مكة، فأنزل الله خبره من السماء على رسوله بأن امرأة خرجت تحمل خطاب أو كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، وقد ضفرته أو جعلته في ضفيرتها، حلت الشعر ديالها وضفرت عليه الرسالة غطته، فتابعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أدركها في الطريق، فقال: يا ضعينة، وهي المرأة المسافرة، أعطني الكتاب الذي عندك. قالت: ما عندي من كتاب. قال: أعطني الكتاب في رأسك بين عقاصك، أي الضفائر الشعر ديالك. فرفضت، فقال: لا، أعطني إياه وإلا فككته بيدي. قالت له: ويلك، إليك عني، يعني دور وجهك علي سأعطيك إياه. ودرقت عليه هي في لباسها أو خمارها، ودرق هو وجهه، يعني قلب له جديد الجهة الأخرى حتى لا ينظر إليها بأمرها، بأمرها. وهذه امرأة مشركة كانت تغار أن يراها رجل مسلم صحابي جليل أن يرى شعره، مش تعرف فعلا الوضع حينما يصير إلى نوع من التهتك والتبذل إلى درجة أن لا يشعر إنسان بالحرج أن يرى ابنته أو زوجته أو أن ترى المرأة أو الفتاة نساء عارية على أسوأ ما يكون العري، بأنه هذا المسخ، هذا راه مسخ كاين في النفس الإنسانية، طبيعة ديال بنادم خسرت وصارت إلى البهمية. ولذلك قلت الخلل لما يحدث في الغيرة راح يحدث في العمق ديال الإنسان، فهو خلل خطير.
ومن هنا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الصحيح: إن الإيمان والحياء قرناء، يعني بجوج تلاصقين ما يمكنش يتفرقوا، الحياء والإيمان قرناء لا يفترقان. والغيرة هي ذلك الإحساس الذي يكون للعبد المؤمن تجاه ما حرم الله جل وعلا، تجاه المحارم على دينه، على عرضه، على ماله، على وطنه، على زوجه، على كل ما جعله الإسلام محفوظا بحدود الله. فكما أن العبد المؤمن الحق يغار على أشيائه الطبيعية وممتلكاته الشرعية من الدين ومن العبادة إلى العادة، فالله جل وعلا قبل ذلك وبعد ذلك يغار على عباده الصالحين أن يراهم فيما يكره لهم سبحانه جل وعلا، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فإذن كون الغيرة منزلة إيمانية يعني أنها واحد الرتبة ثابتة للمؤمن، لا يجوز أن يكون في يوم على غيرة وفي يوم على غير غيرة، إذن يدخل عليه البلاء. هي ماشي واحد الحالة مرة تجي مرة تمشي الغيرة، لا، المؤمن ديما هكذا دائما على غيرة شديدة فيما يتعلق بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة وبالأمور التي جعلها الله جل وعلا حما له، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. إذن هذا المعنى العظيم الذي أساسه وأصله فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الفطرة، أعني فطرة الله، أعني الأساس أو تكوين الطبيعي الذي كون الله جل وعلا الإنسان وجعله به جعله إنسانا، إذا خرج عنه خرج عن طوره، يعني كاين مكونات أساسية في الإنسان إذا فقدها يفقد الطبيعة الإنسانية دياله، فيصير إلى نوعين من المسخ النفسي والمسخ الاجتماعي. من ذلك قلت هذا المعنى معنى الغيرة. والمؤمن عنده حاسة الأمر بالمعروف وحاسة النهي عن المنكر، أي أنه يفرح وينشرح إذا رأى المعروف هو أساس الاجتماع البشري، وينقبض قلبه وينكسف باله إذا رأى محارم الله تنتهك. لما؟ لأنه عنده أساس من الغيرة، عنده غيرة على دين الله في نفسه وفي مجتمعه وبيئته. ومن هنا كان قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغييره بالقلب دال على أنه الإنسان وصل إلى الحد الأدنى الذي إذا فقده فقد فطرته. فكيف لا يغير الإنسان بالقلب؟ ما معنى أنه لا يغير بالقلب؟ يعني أنه حينما يشهد المنكر يحضره ويراه يجيه طبيعي، يتصوره يعني وضع عادي، فلا يتألم لذلك ولا يستغرب. هذا دال على أن فطرة هذا النوع من الإنسان قد ضاعت، ذاب، صار مفعولا للمنكر ولم يعد مؤثرا ولا موجبا، بل صار مع الأسف سالبا، أي أنه صار بضاعة للمنكر، وصار هو نفسه منتوجا للمنكر بما صار يستهلك من مفاهيمه ويقبل من واقعه ووضعه على المستوى النفسي. وسأبين هذا الكلام على قدر المستطاع بحول الله جل وعلا. المؤمن حينما يسلك إلى ربه جل وعلا عبر حدود الله، حدود التي رسمها الله جل وعلا من الأحكام، من بيان الواجبات، المطلوبات عموما، والمنهيات عموما، أو ما يسمى بأمهات الفضائل وأمهات الرذائل، يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وضع لنا واحد المعالم تنير لنا الطريق، معالم عن اليمين ومعالم عن الشمال، واحدين كيبين لنا المطلوبات وواحدين كيبين لنا المنهيات، يعني هل فضائل وهل رذائل، هل خير هل شر بمعنى آخر، حتى لا ينقلب في ذهن المؤمن ولا في سلوكه الخير شرا والشر خيرا. فلذلك ما دام هذا المؤمن يأخذ بكتاب الله ويعتصم به ويسلك مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن المفاهيم لن تنقلب عليه أبدا ولن يتأثر بسحر سحرة العصر. وقلت وما زلت أقول بأن كهان هذا الزمان هم الإعلاميون الذين تعاطوا بشكل خاص لنشر الفاحشة، ومعروف بأن
يعني شيء واضح جدا لدى كثير من الناس بأن كثير من المفاهيم والسلوكات أو الأخلاق الرذيلة التي يعيش عليها كثير من الناس اليوم كان السبب الرئيسي ديالها هو يعني دخول كثير من الأفلام القنوات التلفزية التي تمجد الرذيلة. لما الرذيلة تجي أفلام وتجي مسلسلات كتمجدها، ما معنى هذا؟ يعني أن الشر يريدون أن يصوروه لنا خيرا، قلب المفاهيم. فإذا شيء طبيعي أن الإنسان قطع صلته بكتاب الله، الإنسان الذي قطع صلته بكتاب الله وبسنة رسول الله اللي كتعطيك المفاهيم وتثبتها لك تقول لك رد بالك، الزنا فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وتجي ثقافة لقيطة تقول لي عن الزنيات تسميهم لي الأمهات الطبيعيات، الأمهات الطبيعيات هكذا كتبوا في أدبياتهم. ما معنى الأمهات الطبيعيات؟ يعني أن كون المرأة زانية وتلد من الزنا هذا وضع طبيعي ليس شاذا، هذا أمر خطير، هذا نقض واضح للقرآن الكريم ولمفاهيمه. الولد للفراش للحديث الصحيح وللعاهر الحجر، يعني القرآن والسنة يسميان الأشياء بأسمائها الطبيعية حقا وصدقا حتى يبقى الزنا شيئا محصورا منحصرا محاصرا ويبقى في دائرة الفساد وليس في دائرة الصلاح. ولهذا حينما يدمن الإنسان على مشاهدة الظلمات ويقطع الصلة في الوقت نفسه بمصادر النور فسيخرج مع الأسف، سيخرج من النور إلى الظلمات وتتعثر لديه الرؤية، ما يبقاش غيشوف مزيان، يصير في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فكيف به إذن أن يرى الحقائق كما هي؟ هذا مآله أن يفقد غيرته، وإذا فقد غيرته فقد وجوده الإنسان، كيبقاش بنادم حقيقي. وقد وجدنا الكافر لما كيكون سوي الشخصية على يعني الأصول الطبيعية التي خلقه الله عليها بغير دين، تكون لديه غيرة، تكون لديه غيرة على مستوى المستويات، غير ديك الغيرة ديالو لا تكون تعبدية، ولذلك قد يتصرف إزاها بصورة غير شرعية كما تصرفت العرب قديما بيؤدي البنات، وهذا ظلم كبير وفساد كبير. ولذلك الشرع كيأدب لنا المفاهيم والأحاسيس ديالنا ويهذبها ويشذبها ويخرجها تصرفات على موازين الشريعة بلا إفراط ولا تفريط، لا ضرر ولا ضرار. فشيء غريب جدا، تناقض العجيب الذي يعيشه الإنسان المعاصر، تناقض غريب وعجيب. لما توجد الإنسان مثلا تشوف واحد الصور غريبة عند المجتمع ديالنا في الحمام، ما يبغيش الإنسان يدخل البنات دياله والنساء دياله الحمام مختلط فيه الرجال والنساء، الظاهرة ما موجودة، ولكن في البحر عنده شيء عادي. ما الفرق إذن؟ شيء غريب جدا، مما يدل على أن المفاهيم في المخ قد انحرفت، وقع الإنسان واحد نوع من الاضطراب لا يستطيع أن يضبطه بأي ضابط عقلي ولا ديني ولا اجتماعي، إنما هو مسخ نفسي، مسخ نفسي. حينما يقبل أن يرى بناته ونساءه عاريات على أتم يكون العري على الملأ الشاطئ العام ومهني بارد قلبه، هذا يدل على أن الغيرة فيه ماتت وانتهت، وإذا ماتت غيرته فقد قررت أنه ماتت فطرته، فيحتاج إلى إحياء من جديد وإلى بعث، عسى أن يبعث والموتى يبعثهم الله. فمفهوم الحياء الذي جاء به الإسلام مرتبط أشد الارتباط بهذا المعنى أو بهذه المنزلة الإيمانية التي هي منزلة الغيرة. والمؤمن حينما يتشبع بحقائق الدين كتابا وسنة ويبصر بشكل واضح جدا مقاصد القرآن الكريم في أمهات الفضائل وأمهات الرذائل والتربى عليها، فإنه لن تزحزحه ولن تزلزله كل رياح الإعلام المدمر كيفما كانت، لأنه عنده الحقائق ثابتة في القلب دياله، ولو قلبوا الدنيا كلها كيبقى الحق عنده حق، وليس عبثا، ليس عبثا أن ينزل الله جل وعلا في كتابه بالنص القاطع الدلالة ستر المرأة المسلمة، ستر ديال المرأة المسلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
ما القواعد المعروفة عند العلماء؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا بغى يثبت شي حاجة باش النقاش فيها من بعد يكون لغو، ما عنده قيمة، كينص عليها في كتابه وما يخليها شيء بعد ذلك للسنة فقط. السنة مصدر تشريعي رئيس، ولكن لما ربي كيبغي شي حاجة يثبتها يعني بلوتاد الكبار كينزلها في القرآن هو الأول ويعطي لسيدنا محمد يفصل عليه الصلاة والسلام. فليس عبثا أن يأتي حكم في القرآن، لا مش عادي، ما يجيش هكذا، وكان موجودة أحكام، موجودة أحكام لم تأتي في القرآن وإنما وردت في السنة ووجب علينا أن نتبعها كما هي في السنة. ولكن من اللي تجيك في القرآن راه معناتها أن الله يخاطبك بشكل مباشر بكتابه، وأن الله جل وعلا يقطع كل جدل فيها يأتي بعد، وأنه تعالى عالم سبحانه بأن غادي يجيو شياطين يجدلوا فيها. ولذلك سبحان الله تشوفوا بأن أمور الأسرة مفصلة بشكل غريب في كتاب الله بما لا يكاد يدع مجالا للاجتهاد الزائد. أمور الصلاة والصيام والحج جات مجملة في القرآن، النصوص ديالها ديال الإجاب ديالها موجودة في كتاب الله باش هي أركان. ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل شيء كاين هذاك الشيء في القرآن أي أركان الإسلام. ولكن يعني معلوم عند الله جل وعلا أن هذه يعني ما غاديش يوقع فيها لغط فيما سيأتي من الأيام، فأعطى لرسول الله عليه الصلاة والسلام تفصيلها وبيانها. والأسرة مبينة بشكل عجيب في سورة البقرة وفي غيرها بشكل قلت لا يكاد يدع مجالا للزيادة ولا للنقصان. كتبغي تدخل الاجتهاد كتلقى شيء بسيطة جزئيات صغيرة التي يدخلها الاجتهاد في مجال الأسرة ومجال الإرث في آيات الإرث وفي غير ذلك بشكل مفصل. ويأتي أيضا في سورة الأحزاب بهذه الآية المباركة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، مش ما يقولك شي واحد هذه غير خاصة بالبنات وبالأزواج ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونساء المؤمنين دال على استغراق العموم، لا يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن. سبحان الله العظيم، يعني القرآن قرآن كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بس حتى المتحجبات زعمنا ما يلعبوش على المقاصد القرآنية بالتحريف والتزوير ولو في بعض الجزئيات. فنص الله جل وعلا عبارة الجلباب، ما قالش الثياب مثلا، والجلباب هو الثوب المحيط بالجسم كاملا، هذا الجلباب في العربية. وما زال هو اللي كان كيسميه الحائك زمان في المدينة، كانوا كيلبسوا الحائك، إزار، واحد إزار قطعة من القماش من الثوب الكبير تلتف فيه المرأة من رأسها إلى أخمص قدمها، ذلك هو الجلباب العربية. تجلبب بالشيء أي التحف به، وما زال نسفت في المناطق الجنوبية يلبسوا الجلباب بالذات الذي كان يلبسه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات أنائلين، هذا هو الجلباب. ولكن يمكن يعني من ناحية الفقهية أمور أخرى، هذه أنا غير كان أعطي المعنى اللغوي الأول، يمكن يكون بصور شتى بشرط أن يحفظ مقاصد النص، كان يكون بهذا الشكل اللي عند المغربيات كيتخيط وتفصل، لا بأس بذلك ولا شك في هذا، وكثير من العلماء يقولون بهذا، ولكن يحافظ على الأصول ديال الجلباب القديم، وهو أنه ساتر كاف شاف ضافي وافر، وليس لباسا يوضع على الجسد يفصل أو يعطي تفاصيل الجسم وأنوثة المرأة بينه، هذا ليس بستر وليس بحجاب، خد سميه يا حجاب، لأنه ناقض مقاصد الشرع في المراد بهذا التشريع. والنص قرآن واضح، ذلك أدنى أن يعرفنا بما بالتقوى بالورع، بأنهم ماشي من هذا النوع السايب. والعرب قديما قالت تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، هذا مثل عربي جميل. ومع الأسف قلت هذه معاني ديال الفطرة، لأن هذه الكلمات كانت قبل النبوة، ولعلها تكون من النبوة القديمة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الأخرى، مما أدرك الناس من كلام النبوة لولا إذا لم تستحي فصنع ما شئت. يعني هذه كانت العرب كتقولها، إذا لم تستحي فصنع ما شئت، كانت حكمة عربية، لكن جسدنا محمد عليه الصلاة والسلام أسمعها قال لهم هذه الحكمة العربية هذا المعنى، هذه راه من الأثر ديال الأحاديث ديال الأنبياء اللي دازوا في العرب بكري،
كإبراهيم وإسماعيل يعني اللولين اللي جاءوا من بعدهم العرب أو أنبياء العرب كصالح وغيره مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف ما شئت. فلعل قولهم كذلك تجع الحرة ولا تأكل بثديها من هذا المعنى حتى لما كانش بالنص قطعا هذا قاع ما فيه شيء شك حتى لما كانش بالنص قطعا بالمعنى هو من النبوة الأولى لأن المفاهيم ديال الخير والجمال والحق كلها نزل من السماء كلها وحي من عهد آدم إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تأكلوا بثدييها يعني مادام جبت هذا المثل هذا نشرحه على قدر المستطاع عنده جوج الاحتمالات ديال الدلالات كما شرحه أصحاب الأمثال إما أنه يعني أن الحرة ما كتبيعش الحليب ديالها رغم أنه كان أمر جائز عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان استرضع له يعني ولكن المرأة الحرة ما كتتاجر شيء بالحليب ديالها يعني يمكن ترضع ماشي ما ترضع شيء ولكن ليس بمقابل ولكن له دلالة أخرى أحسب هي الراجحة سمعت بعض شيوخنا يشرحه هكذا وأعجبني هذا الشرح لأنه يعني قال كلام لطيف جدا لأنه الثدي إنما ينتفخ بالحليب إذا كان حمل معروف يعني العملية البيولوجية اش كيوقع فيها يعني المرأة لما كتحمل صافي أنا إذن تستجيب الأثداء بالانتفاخ للحليب فالحرة تجوع هذا معنى ولا تزني هذه كناية ولا تأكل بثدييها لأنها أكلت بالزنا زانت من أجل أن تقتات لا تجوع تجوع ولا تظهر عليها أمارات الحمل بسبب الزنا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها وهذا أرجح من التفسير الأول لأن التفسير الأول يعني لا أرى فيه يعني واحد نقد الحقائق ديال الإيمان والأمور ديال الفطرة وإلا يعني ما كانوش يعني المسلمين يقوموا بالاسترضاع وقد حدث في عهد رسول الله ولشخصه عليه الصلاة والسلام ولغيره من الصحابة تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها فعلا. فإذن هذا القيم الجمالية حينما نفقدها اليوم فدليل فعلا على أن هذه المنزلة الإيمانية تقضعت وعلى أن الحقائق قد انقلبت رأسا على عقب يشعر المؤمن كم بينه وبين نصوص القرآن يعني حقيقة غربة شديدة وظلمة أكيدة والعياذ بالله. فالله جل وعلا حينما أمر بالستر بالنص لنسائنا وللإنسان بصفة عامة الرجل أمر بأن يستتر إن الله في الحديث الصحيح إن الله حي ستير صيغة المبالغة فعيل إن الله حي ستير يحب الستر فإذا اغتسلتم فاستتروا هذا خطاب عام للرجال وللنساء ففقدان الغيرة يجعل الإنسان ينكشف ويقبل الانكشاف لنفسه ولزوجه ولإليه ويعيش في هذه البيئة الموبوءة مع الأسف الشديد بعين راضية مرضية يشارك في المنكر بلسانه بيده وبلسانه وبقلبه يشارك في المنكر بيده وبلسانه وبقلبه أسأل الله العافية. فإذن الرجوع إلى منزلة الغيرة دواء وشفاء وهذه مسألة تربوية إيمانية يجب أن نثبت أنفسنا على الحقائق كما هي. ساحر الذي يسحر الأشياء ويقلبها يقلبها في أعين المسحورين فسحروا أعين الناس واسترهبوهم يبدأ عليك بالهضرة والتأثير الشيطاني والكلام النفسي حتى يجعلك ترى الكأس المنكسرة تلتئم يقول لك شوف هالكأس غادي نهرسه أو الزلافة نهرسها شوف راه غادي تجمع ويبدأ يأثر عليك بالكلام وبالتأثير الشيطاني حتى ترى هذه الكأسة تلتئم ويرى مهرسة. فلذلك حينما تفرك عينيك وتطرد تأثير السحر غتبان لك زلافة مهرسة في موضع ما تجمعت والو. فالذي تأثر بالسحر يرى الكأسة أو القدح قد التأم والذي لم يتأثر غيشوفه بقي في موضعه. فلذلك راه بالضبط هذا الذي يصنعون الآن يدمرون حقائق الإيمان في أنفسنا بسبب وسائل الإعلام المدمرة حتى نرى الأشياء على غير صورتها الطبيعية ويقول لك لا هذه هي الصورة الطبيعية الزنا هو الصورة الطبيعية والفساد هو الصورة الطبيعية والعري يعني حرية والستر كبت يعني مصطلحات شيطانية خطيرة يتلاعبون بالألفاظ وهذه صناعة الشياطين منذ القديم لكن يعني السحر خرج عنده تجليات أخرى إبليس عنده أساليب أخرى للعمل على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى الاجتماعي ومستوى الموضة وغير ذلك كثير. والوضع لما يكون منفصل عن الدين
على المستوى النفسي والاجتماعي، يعني الناس الصلة ديالهم بالقرآن وبالسنة النبوية بالدين ضعيفة أو منقطعة، تكون سهل باش الإنسان يستجب لكل الخزعبلات ولكل المؤثرات الأخرى. لكن إذا كان يحصن نفسه الصباح أو المساء بحقائق الإيمان، يشرب من قدح الإسلام كل يوم زاده اليومي تلاوة لكتاب الله وتدبرا لآياته، فإنه أبدا لن يتأثر بكل هذه المدمرات للنفس الماسخات للإحساس وللوجدان وللذوق. ذوق ذوق ضع ذوق البشري حقيقة، والله فعلا الذوق البشري العادي الطبيعي ضاع من الإنسان، وصارت الأشياء القبيحة يتجمل بها على مستوى الرجال والنساء، أشياء قبيحة. يعني سبحان الله العظيم لاحظوا هذا الشكل اللي راه يديروا بعض الشباب الان ديال التقريعه ديال الراس، يخلي واحد الرقعه، هذا القزع ما علاقته بالجمال؟ الجمال بالمفهوم الطبيعي اللي كاين في الطبيعه اللي خلق الله، الذي يعني التناسق والتوازن في الاشياء، لا شيء اطلاقا، بالنقيض تماما، بشع منظره، بشع منفر. فيعني الاحساس الجمالي نفسه ضاع من الانسان، بما يدل على ان المقاييس الجماليه ضاعت، يعني المقاييس الطبيعيه ضاعت. واذا لم يكن الدين جميلا فلا جمال في الارض، وفي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وهو على عمومه بكل معاني الجمال الحق في المعاني بالدرجة الأولى والأخلاق وفي الصور. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يتجمل الناس بلباسهم وبأزيائهم وبأحوالهم دون خيلاء ولا كبرياء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن الله جميل يحب الجمال ويحب معاني الأخلاق تتمة الحديث ويكره سفسافة. فمعنى ذلك أن السفاسف والأخلاق المنحطة مناقضة للجمال شكلا ومضمونا، هذا المعنى ديال الحديث بالشكل اللي كيعطيه لك السياق ديال القول ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذن المؤمن حينما يحفظ حقائقه الدينية في نفسه ويربي نفسه على الحفاظ، على الحفاظ على الغيرة، على الحقائق، على العرض، عرضه وإحساسه بالعرض والدين من العرض أيضا، يعني اللي ما عندوش احساس بالعرض ديالو راه ما يكونش عنده احساس بالدين ديالو. العرض ديالك هذاك نقول العرض دينك، دينك راه عرضك، لانه هو العرض الجامع لكل شيء. يعني صحيح انه العرض بالمعنى الجزئي راه واحد النقطه داخل الدين، ولكن يعني اقصد الاحساس انه شي حاجه كتسميها هذا العرض ديالك، دينك ايضا من العرض ديالك اللي خصك تحفظه وتغير عليه وما تخليش شي واحد يأديه لك. ولهذا يغار المؤمن على صلاته ويغار على صيامه وعلى زكاته وعلى اخلاقه، ويغار ان يكون منحرفا، ما يرضاش يتشاف سكران، يعني يطيح في الشوارع وفي الازقه ويلطخ ثوبه ويلعب به الصبيان، هذا ما عنده غيره، ميت الاحساس دياله، لا ذمه له لا غيره له، او يعني ما عندوش مشكل يتشاف كيسرق، يعني هذا مات احساسه. المؤمن ما يرضاش يتشاف او يتعرف عليه انه وقع في خطيئه، ما يرضاش. ولذلك حينما كان الناس يحفظون شيئا من الغيرة كان إذا انحرف الواحد منهم تستر وغلق عليه الأبواب. حينما يفعل هذا وذاك من المناكر على الملأ ويفتخر الناس بهذا ويتشاهرون به، معناه إذن أن البيئة خسرت، رمشي هذاك فقط اللي كيمارس الفاحشة اللي خسر، للبيئة كلها خسرت، لأن البيئة قبل هذاك الوضع. فإذا دال على أن الإحساس العام مع الأسف الشديد وصل لواحد الخط ديال الانحدار مخيف، كانت معاول أدوات للهدم رهيبة مش سهلة، يعني أمطار شديدة من المدمرات الثقافية والإعلامية كانت تنزل على الأمة 24 ساعة على 24 ساعة من أجل أن توصلها إلى مثل هذا الوضع. ما المخرج إذن؟ واضح وبسيط وسهل على من سهله الله عليه، الفزع إلى كتاب الله، نهربوا القرآن الكريم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعندنا في المغرب قصة مع القرآن، سبحان الله العظيم، يعني واحد الاستقراء بسيط لتاريخ المغرب أنه في الحالات ديال البلاء من اللي كينزل البلاء على البلاد، المغاربة كانوا يفزعون إلى كتاب الله جل وعلا. يعني لما دخل الاستعمار المغرب وبدأ يحتل في الشواطئ المغربية ودخل التراب الوطني، يعني كانت واحد الموجة ديال الالتجاء إلى القرآن الكريم حفظا وتعلما وتعليما وتدريسا واسعة جدا، تكنت البلاد كلها يعني بحل النحل بحفظة كتاب الله جل وعلا وبتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وهذا عبر التاريخ ديال المغرب من الأشياء التي وقفت عليها في القرن العاشر الهجري، اللي كان الأندلس سقطت
وجاو صبليون والبرتقيز بداو يحتلوا الشواطئ المغربيه من سبته ومن ليليا حتى العريش ازيله الى اخره الى اخره على المحيط الاطلسي. فهذيك اللحظه ديال القرن العاشر الهجري كان معروف في المغرب عندنا واحد الوضع وقع على المستوى الثقافي والعلمي يمكننا نسميوها الصابه ديال الفلاحه. الصابه هذه المره كانت ديال العلماء، وظهر في مكناس هذه ابن غازي المكناسي وتلامذته وغيره كثير. وسبحان الله العظيم، يعني كانت علوم القرآن، علوم القرآن بشكل خاص ضرب الرقم القياسي أكبر من الفقه وأكبر من الحديث. علوم القرآن التجأ الناس إلى القرآن تلاوة وإتقانا وقراءة، وكل العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، تصنيف الكتابة في التدريس واحد شكل عجيب. وصار الناس، هذا مذكور أيضا في بعض الكتب، يتبارون في تجويد القرآن الكريم وفي حفظه وفي من لا يقع منه خطأ في استظهاره. كان يعني كان مضرب المثال فيه واحد نوع من التنافس في كتاب الله جل وعلا. فكأن المغاربة كانوا في أحوال ضعفهم وفي أحوال خوفهم يفزعون إلى كتاب الله جل وعلا، وفيه وبه المخرج، به المخرج. كان واحد المنطقة جبلية في الشمال على مشارف البحر الأبيض المتوسط، معروفة شي قبيلة ما ما نسميهمش الأسماء باش ما نحرجوا حد يعني، ولكن خير إن شاء الله رحمه رحمه، يعني أهلها كلهم يحفظون القرآن وبلادهم ما فيها فلاحة، عندهم غير الحجر والبحر وكتاب الله من الفوق، كلهم يحفظون القرآن. علاش؟ كانت المنطقة ديما معرضة للغزو الأجنبي، فكانوا الناس يعني كيتحصنوا بالمفاهيم القرآنية باش ما يفقدوش الهوية ديالهم وتبقى عندهم الغيرة، الغيرة على دينهم ووطنهم. فقلت المخرج من هذا الوضع بسيط، وماشي يعني راه تعرات المرأة المغربية وصلت أسوأ حوالها، يعني يأسوا عمر المرأة ما تستر فوقهاش، مازال ترجع لك للحي والجلابة، ترجع بإذن الله عز وجل. لأن القرآن مثل الغيث، إذا نزل في الأرض الجافة اليابسة بإذن الله عز وجل اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بهيج. لأن القرآن عنده طبيعة أخرى، هو كلام الله، روح من الله جل وعلا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فإذا نزل على القلوب أحياها بإذن الله. كيف؟ هذاك الشيء ديال الله، لن تستطيع أن تعرف كيف. لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالله جل وعلا بهذا القرآن ضمن الحياة للأمة ما تمسكت به. والحديث واضح جدا في هذا الأمر، وهو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بيد من أمسك به أو تمسك به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. فالحكم على التأبيد، يعني في أحوال القوة وفي أحوال الضعف. في أي قرن كان جيلكم أبدا شدوا في القرآن بإذن الله عز وجل لن تهلكوا ولن تخافوا، وتعود ترجع الأمور إلى نصابها. ومعروف يعني كاين بعض الدول العربية راه معروفة اللي داز في التجربة ديالنا. يعني قريت واحد المقالة ديال واحد الناس، هاد الناس الحداثيين اللي ما عجبهمش الدين وما مرتاحينش يكون تدين في وسط المجتمع، شي واحد مصري كيتأسف على المجتمع المصري، كيتأسف عليه أنه كثر فيه الحجاب، كيتأسف عليه. شنو كيقول؟ هكذا في مجلة من المجلات موجودة الوثيقة عندي، كيقول: الجدات كنا أكثر تقدما من الحفيدات. اش كيقصد؟ يعني المرحلة ما قبل الجيل الماضي، أي الجيل ما قبل الماضي، كان عندهم العريب واحد الشكل كبير جدا. جات مرحلة من بعد تستروا شوية، جات المرحلة الثالثة، الجيل الثالث جا مخير، فهو تأسف على هذا بمفهوم دياله وديال التأخر، لأنه يعني الجدات كنا أكثر تقدم من الحفيدات. فلذلك راه ربي كريم سبحانه وتعالى، وإنما احنا واش عندنا الإرادة للرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، لأن الرجوع إلى القرآن يعني الرجوع إلى الغيرة، والراجل كيولي راجل حقيقي، والمرأة كتولي مرأة حقيقية فعلا. وهذا الأمر عليه ينبني الدين، لأنه القرآن والدين بصفة عامة نزل على بنادم، على الإنسان، فإذا لم يجد محلا لم يكن له تأثير. إلا لقى شي حاجة كتشبه البنادم، إذن راه ما كاين خدمة، لأن القرآن كيخاطب بنادم، الإنسان السوي، الإنسان اللي على الفطرة ما خسرش. أما إلا خسر فإنه لن يستجيب لهذا الكتاب، لأنه المفاهيم ديال القرآن تكون في شكل وهو في شكل آخر تماما، الأذواق ديالو مناقضة تماما، المناقضة لحقائق الدين.
يستريح للفواحش ويتمتع بالمشاهد الرديئة جدا ويرى القبح جمالا والجمال قبحا، فأنا يكون التواصل آنئذ بينه وبين حقائق القرآن الكريم. لكن الإنسان اللي بقي سوي على الفطرة ديالو على الأساس اللي خلق الله عليه سبحانه وتعالى، فإنه حينما تخاطبه الحقائق القرآنية يعرف معروفها وينكر ما أنكرته. اللي يقول له الله تعالى في القرآن هذا جمال هذا حق هذا ذوق، يقول إيه هذا جمال هذا حق. لما يقول له هذا خبث هذا شر، يقول إيه هذا خبث هذا شر. علاش؟ لأنه هو ما خسرش الميزان دياله. والشيطان في هذا العصر هذا دار واحد العمل خطير لكنه إن شاء الله يبوء بالفشل. شنو هذا العمل؟ مشى يعني الغرفة القيادة في الإنسان وخسرها. شنو هي غرفة القيادة في بنادم؟ هي الموقع اللي عنده به كيوزن الأشياء، يعني الفطرة دياله، الموقع من الدماغ دياله ومن العقل دياله ومن الوجدان دياله والقلب دياله الذي به يرى الحق حقا والباطل باطلا. دخلوا لتما وخسروا له بالثقافة وبالإعلام وبما يشبه هذا وذاك مما تفرع عنه، وخسر له دماغه. ولذلك صعيب باش تواصل مع الإنسان اللي خسرت الإنسانية دياله. أما لما كيكون يعني الانحراف فقط شهواني فالأمر يسير والخطب قليل. شو معنى الانحراف شهواني؟ واحد يعني يزني ويفسق ويفجر، لما تقول له ودي هاد الشيء راه ماشي معقول يقول لك حقيقة ماشي معقول، الله يهدينا. هذا نوعون من الانحراف، ماشي معناته هذا أنه شيء صحيح، لا، هو انحراف لا شك في ذلك. ولكن يعني مثل هذا الانحراف مازال ما دخلوش الانحراف لغرفة القيادة، مازال ما دخلوش شيء العمق ديال التصورات دياله والفهمة دياله للدنيا. اما من اللي تجي لواحد النوع ديال بنادم رجل كان او امراه وتقول له ودي راه يعني هذا السلوك راه سيء، لا، يقول لك انت اللي راك متخلف، يقلب عليك الامر، تصير انت اللي منكر ماشي هو. فهذا وضع خطير جدا، وهذا هو اللي كيخوف فعلا. وهذه قلت نتيجه من نتائج يعني التاثير الاعلام السيء وغير الاعلام والثقافه وكثير من برامج التعليم مع الاسف التي تدمر حقائق وموازين قرانيه واضحه. من هنا إذن كانت منزلة الغيرة في دين الله جل وعلا عبارة عن صلة تصل القلب بحياة القرآن. كيبقى القلب ديما عنده الحياة، ديما عنده الضوء، ديما عنده التيار الكهربائي مستمر فيما بينه وبين المصدر الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقلبه الذي ينتج السلوك كما ينتج الأفكار. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الذي دمره الإعلام المعاصر فينا والثقافات العولمية المدمرة الخطيرة الغازية. وراه ما كانش ممكن يعني لا الإعلام ولا الثقافة الغازية أن تؤثر لولا أنها صادفت محلا فارغا. راه المشكل كاين هنا، يعني ماشي معنت أنه كنا آثار ديال التلفزيون وتغلبنا، وإنما الآثار أننا لم نحمل راية القرآن. الإعلام والثقافات المدمرة صادفت محلا فارغا فتمكنت. ولو كانت القلوب عامرة بالقرآن بحقائقه بمفاهيمه بمنازله الإيمانية كمنزلتنا التي نتحدث عنها الليلة منزلة الغيرة لم استطاع شيء من ذلك أن يتسرب، ولو تسرب لما دام ولا مكت. يكون الحدوث ديالو عبارة عن مرض طارئ يزول بشكل سريع، لكن لما كانت الأمة مع الأسف بسبب يعني الكيد فعلا، الكيد والإهمال الذاتي، قد فصلت ولا أقول انفصلت فقط، فصلت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، يعني حتى تكون سهلة الابتلاء. وهذا الذي يحصل، الجيل ما عندوش أدنى ثقافة كافية ليحصن وليثبت أمام حقائق الغزو الفكري وأمام المدمرات الثقافية والأخلاقية، ولذلك كان سهل الابتلاء، فضاع الخلق العام وضعفت الأحاسيس الوجدانية لدى الإنسان بالغيرة وبالعرض وبالممتلكات المعنوية الروحية. لا يشعر الإنسان أنه يملك حقائق روحية دياله، وإنما صاروا مع الأسف الشديد يتمنون أن يعيشوا كما يعيش سفهاء البشر، أعني اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. وجحر الضب يعني الحرج والضيق، ونحن نعيش الحرج والضيق في كل مظاهر أمورنا. القرآن إذن تلاوة وتدبرا والتأسي بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأصحابه
لأنه شيء مهم جدا. نقرأ النماذج ديال الصحابة وكيف كانت غيرتهم على دينهم وعلى أعراضهم وفي حياتهم. الغيرة هي التي جعلتهم يقتحمون الآفاق ويصيرون بدين الله جل وعلا إلى كل فج عميق، وجعلتهم محصنين أقوياء ثابتين، وصاروا بذلك سادة الدنيا وسادتها فعلا، أو قادة الدنيا وسادتها. هذه النماذج التي جعلها الله جل وعلا منارات للبشرية إلى يوم القيامة، نماذج ديال التربية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أي أصحاب رسول الله، منارات الهدى والهداية، منارات حية بشرية حية، نماذج يقتدى بها. وأجيال العلماء والصالحين عبر التاريخ هكذا كانت أحوالهم، أهل غيرة وأهل فتوة وأهل عرض، فكانت حقائق الإيمان عندهم مصونة لها الدرجة الأولى في كل شيء. هذه المعاني إنما تثبت بتثبيت أصولها كما ذكرت وأعد ولا أمل من تكرار هذا. الأصول التي بها ثبت هي الآيات القرآنية، هي الحقائق الإيمانية. خصنا نرجعوا لتداول الثقافة القرآنية على المستوى الاجتماعي، يعني كانت الأجيال السابقة اللهجة ديالهم العامية، اللهجة العامية، تحميل ألفاظا من كتاب الله ومفاهيم ومعاني من القرآن الكريم. يعني شتي الدرجة ديالنا مسخت، كانت الدرجة من قبل درجة متدينة، درجة مؤمنة بما تحمل من مفاهيم دينية. وباش يحرجني أنني نعطي أمثلة، يعني إلى عهد قريبا نتذكر، يعني في المرحلة السابقة من عمري قبل واحد 20 سنة تقريبا، كان عرف واحد المجموعة من الألفاظ، مجموعة من الألفاظ في الدرجة عيب ينطقوا بها الناس، عيب. الآن صارت عادية ينطقوا بها الكبار والصغار، ولات عادية في المجتمع. فإذن كيدل على أن اللغة نفسها كتمسخ بسبب آش، بسبب كاين تطبيع نفسي مع المنكر، تطبيع نفسي مع المنكر. فراه واحد يعني شعور غريب كيدخل الأمة ويدخل الكيان، ولذلك قلت يعني احتل مركز القيادة من الدماغ ديال بنادم المسلم. ولهذا الرجوع للثوابت ديالنا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، نقرأ كتاب الله، نتدارسه، نعلمه لولادنا، نردوا الآيات القرآنية، كنصرفها نصرفها ولله المثل الأعلى كما نصرف العملة، كما كتصرف الفلوس بين يديك وتعطيه وتبيع وتشري والفلوس دايرين بين الناس. يعني أكبر من ذلك خص الآيات تمشى بيناتنا بحال الصرف، تعطيني ونعطيك وترد علي ورد عليك بألفاظها أو بحقائقها الإيمانية. سبب ما يمكنش يكون هذا إلا إذا كنا نديم التلاوة لهذا الكتاب. وعيب عار على الإنسان المسلم تدوز عليه أيام بل أشهر بل سنوات لا يقرأ آية من كتاب الله. ومع الأسف هذا وضع منتشر، منتشر جدا، طلب الله السلامة والعافية. فالإقبال على القرآن الكريم راه إقبال على حقائق الإيمان، ولذلك يعني حاول الآخرون ما أمكنهم ذلك أن يفصلوا بيننا وبين هذا الكتاب بشتى الوسائل. يعمروا لنا الوقت ماشي غير بالخاوي، بالمدمر، يعمروا لنا الوقت بالمدمر. يجب أن نوقف النزيف، الأمة كتعيش حالة نزيف، يجب أن نوقف النزيف، وكل واحد يبدأ براسه ويفزع، يفزع فزعا إلى الكتاب، إلى القرآن الكريم، ويتعاشر مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته. نقرأ السيرة ديال سيدنا محمد، نقلبوا على الخصائص دياله، على الشمائل دياله، على الأخلاق دياله، نتعرفوا عليه. الأمة لا تعرفه، وإذا تعرفنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحببنا خلقه، ومن أحب أحدا اقتدى به وكان معه. فاللهم اجعلنا مع رسولك الكريم في الآخرة برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.